السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم حضرتك تعرفنا عليه؟ أنا المهندس معتز الربيع من المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا وسهلا بأهل الأردن. كيف شفت لنا الملتقى والمؤتمر؟ بالنسبة للملتقى العربي الزراعة والتكنولوجيا الزراعية هو من أفضل المؤتمرات اللي شفناها، واستفدنا من المؤتمر وقدرنا نعمل صفقات واستثمارات للمملكة الأردنية الهاشمية مع الحكومة التركية. ميرسي كثير لحضرتك، وهذا شهادة بنعتز فيها. كيف التعاون بين البلدان التركية والعربية لقيت؟ بالنسبة لتركيا هي الأقوى اقتصاديا الآن، وفي منافسة بالنسبة للصناعات التركية والصناعات الصينية. الصناعات التركية أفضل جودة لكن السعر يختلف. الآن احنا نقدر جذب استثمار للمملكة الأردنية الهاشمية بالنسبة للصناعات الزراعية والأسمدة الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الهيدروبونيك، وهذه هي توصيات جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم مع الحكومة التركية، والعلاقات الثنائية بين الحكومة الأردنية والحكومة التركية لجذب الاستثمار. الآن بالنسبة للصناعات التكنولوجيا الزراعية للدولة التركية نفس التكنولوجيا الأردنية، لكن هناك إضافة لبعض العناصر الغذائية والأمن الغذائي الذي نحتاجه في الأردن، يختلف عن الصناعات التي نستوردها من الصين. وهناك صناعات عضوية في الأردن طلبوها منا أخوان الأتراك للاستفادة منها وعمل التجارب عليها. ان شاء الله بيكون على طول تعاون بين الدول التركيه والعربيه. الله يبارك في عمرك ويخليك ان شاء الله. ميرسي كثير لحضرتك ولوجودك معنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا